السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني سيدتي مرة أخرى باش نشارك معكم واحد الوصفة ديال الرز بالسردين. غالب ديال النساء ما كيتقبلوش داك الرائحة ديال السردين. أنا حاولت ندير واحد الوصفة مغايرة ونتمنى أنها تروق الإخوان باش ما ناخدش بزاف من وقتكم. عندي هنايا الرز وطحنت السمك يعني السردين. انا عندي هاد الاله الصغيره هي اللي كتساعدني باش كنطحن بها السمك. كتساعدني لان عندها هاد الاسنان ماضيه. بون ومن بعد كناخذ الفلفله الحمراء ولا خضراء ولا اللي عندك. كنقطع شويه عاوتاني ديال الحامض وكندير المعدنوس. اما القزبر انا كنفضلو يكون القزبر يابس. ديما كنحاول في عمليه الطبخ ديالي كنحاول ندير القزبر لما ليه من الفوائد وعنده واحد النكهه جميله جدا في الطبخ. كنتمنى انكم تجربوها. وبالنسبه لهنايا عندي انا واحد الاعشاب فيها الكمون فيها جميع الاعشاب اللي كتخص بالسمك كنت جبتها معايا انا من المغرب. فيها الاعشاب المتناسبه مع السمك وكنضيف واحد المعلقه او جوج. وفي النهايه كنضيف واحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم اللي بشرتهم وندمجهم مع العناصر. في نفس اللحظه خديت واحد الاناء درت فيه الاوراق ديال سيدنا موسى ودرت فيه الاعشاب. من بعد ما غادي نكون الكويرات ديال الرز والسمك غادي تشوفوا معايا الطريقه وخليكم معايا عفاكم. واحد الرائحه كتطلع من هاد التشكيله اللي درت رائعه. قبل ما غادي نشكل الكويرات ديال السمك والرز غادي ما فيها باس غادي نحاول نقطع واحد الجزر ونخليه حتى هو يتشرب من داك الاعشاب اللي درت. ومن بعد نلتحقوا جميع باش نشوفوا من بعد ما نكور السمك غادي نولي حتى هو نضيفه هنايا باش الجميع كله كيتشرب داك الرائحه ديال الاعشاب وكيجي ما شاء الله عليه. خليكم معايا للاخر. من بعد السيدتي ما شكلت السمك ديالي والارز درتو على الطريقه هذه كما كتلاحظي وكنبقى نوضع وحده مع وحده في هذا الماء اللي منسم بالاعشاب. ما شاء الله الرائحه ما نقول لكمش الرائحه جميله جدا بهاد الاعشاب هذه. وكنخليه هاد الكويرات كيتجمعوا شويه مع هاد الماء المنسم. فوالا كنخليه كلهم كنحطو هنايا غير كيشدو راسهم شي شويه كنولي عاوتاني نخرجهم نحيدهم باش عاوتاني غادي نحشيهم في الفرن اللي راه ديجا هو راه كيتسخن. كيجيو ما شاء الله رائعين. كنت ديما كنفكر في داك الرائحه الحوت كيفاش نقدر نحيد لها داك الرائحه لان لا كتبقى لا في اليدين ولا كتبقى في الدار ما كتبغيش تحيد كاع داك الرائحه ديال السمك. نخليو دابا تيشد راسو وغادي نولي نرجع معكم من بعد ما غادي يشد راسو نولي باش كيفاش ندخلوه في الفران. رجعت بك سيدتي الى من بعد ما الرز والسمك تشرب لنا داك الماء اللي منسم. خديت هذا المول هذا كما كتلاحظي وكل طرونش ديال الجزر وضعته من الاسفل ودرت هاد التشكيله اللي درت ديال السمك من في الاعلى. ودابا غادي ندخلو الفران من بعد ما نضيف له واحد شويه ديال الطماطم نديرها نضيفها في عدت بك سيدتي الى الوصفه والشكل النهائي الاخير. اذا بهذه الصورة أقول لك شكرا على المتابعة وأتمنى لك شهية طيبة لك ولكل من يشاهد الفيديو.
كما تلاحظين اذا هذا هو الشكل النهائي ديال السمك والارز. ما كتبقاش كاع فيها الريحه ديال السمك بالنسبه للناس اللي ما كيتقبلوش هذيك الرائحه ديال السمك، ولو انه فيه بزاف ديال المنافع الصحيه. اذا بهذه الصوره هذه وهذه اللوحه اقول لك شكرا على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله.